استكمالا للحديث عن مفهوم التعليم الشامل وعلاقته بالبيئة التعليمية الأقل تقييدا، تطرقنا في البداية إلى ما هو التعليم الشامل. في هذه الجزئية من المادة نود أن نتعرف على البيئة التعليمية الأقل تقييدا وعلاقتها بالتعليم الشامل. في البداية، البيئة التعليمية الأقل تقييدا هو حق متعارف عليه قانونيا، يعني في معظم الدول العربية إن لم يكن كلها، ونقصد بها البيئة المكانية والخدمات النوعية، بمعنى أين يتم تلقي الخدمات التعليمية للطالب. نأمل أن تكون بيئة تعليمية أقل تقييدا له، تحاكي البيئة الطبيعية إلى أقصى حد ممكن، لأن البيئة الطبيعية لجميع الطلاب بمن فيهم الطلاب ذوي الإعاقة هو الصف العادي أو الفصل العام. لكن ما هي البيئة التعليمية الأقل تقييدا؟ أو بمصطلح آخر least restrictive environment. طبعا هناك تدرج أو تسلسل واضح بيئي مكاني ونوعي في الخدمات حسب درجة وشدة الإعاقة، حسب نقاط القوة والضعف للطالب، حسب الخدمات التي يحتاجها لتلبية هذه الاحتياجات الفردية. قاعدة الهرم تمثل بيئة تعليمية أكثر تقييدا. عندما نتحرك إلى الأعلى باتجاه السهم نلاحظ بيئة تعليمية أكثر أقل تقييدا، وهي ما نتطلع إليه. قمة الهرم الصف العادي أو العام، وهو المكان الطبيعي. بعض الطلاب يتلقون تعليمهم في المستشفى بسبب حالات صحية حرجة جدا. بعض الطلاب يتلقون تعليمهم في معهد خاص ويقضون يوم كامل فيه، أو مراكز إقامة رعاية كاملة بسبب وجود إعاقات شديدة متعددة جدا، عجز في تقديم الدعم للطالب من بعض المؤسسات التعليمية الأخرى، أو بسبب أن الطالب قابل للتدريب أو اعتمادي أو غير قابل للتعليم مع وجود تحفظات على مثل هذه المصطلحات. أيضا بعض الطلاب نتيجة وجود اضطرابات سلوكية أو انفعالية شديدة تعيقهم من تلقي التعليم، لأن في خطر أو بسبب الجنوح والأحداث أو بسبب خطر طبعا التعرض لبيئة تعليمية أكثر أو أقل تقييدا تؤثر على نفسه بشكل سلبي أو على الطلاب أو العملية التعليمية، فيتلقى تعليمه في سجن. هذه بيئة تعليمية جدا مقيدة. عندما نتحرك قليلا إلى الفئة الثانية، بعض الطلاب يحتاجون معلمين زائرين، ربما عدم توفر خدمات أو وسائل نقل مواصلات، أو بسبب وجود إعاقات جدا تمنعهم من الوصول المكاني والمادي للبيئة التعليمية أخرى، أو بسبب قرار معين مدروس من قبل الأهالي فهم يحتاجون إلى معلم زائر أو فريق متعدد تخصصات لتقديم خدمات أو تدخل مبكر في وهذا ما يسمى بالرعاية المنزلية. نتحرك أعلى قليلا، المدرسة الخاصة أو مركز رعاية نهارية. هؤلاء الطلاب قد يكونوا ذوي الإعاقات المتوسطة أو الشديدة، طلاب قابلين للتعليم إلى حد ما، قابلين للتدريب، فهم يقضون نهار كامل في مركز منفصل أو في مدرسة خاصة لا يوجد فيها طلاب عاديين غير ذوي الإعاقة، جميعهم طلاب ذوي الإعاقة. قد تكون حسب فئات، يعني مركز رعاية نهارية للطلاب ذوي الإعاقة العقلية، أو مثلا معاهد الأفراد الصم أو للأفراد المكفوفين أو ذوي الإعاقات البصرية. بعض الطلاب يتلقون تعليمهم في فصل تربية خاصة لكن في مدرسة عادية، يتلقون مثلا نسبة 100% من التعليم في هذه الفصول. قد تكون فصل تربية خاصة أو غرفة مصادر عن طريق معلم تربية خاصة أو معلم غرفة مصادر، بالإضافة إلى تلقي خدمات أخرى مساندة حسب احتياجه في النطق، التخاطب، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي. بعض الطلاب يقضون نسبة 20% من وقتهم، بعضهم 80%، بعضهم 100%، حسب
القرارات المتخذة في شأن هذه الحالة حسب ثقافة المدرسة، حسب ثقافة البلد، حسب احتياجات الطالب. بعض الطلاب إذا تلقوا تعليمهم في فصل تربية خاصة بنسبة 20 فهم يتلقونها بنسبة 80 في صف عادي. بعضهم الطلاب يعني نسبة وتناسب 80% في الصف العادي، 20% في الصف في فصل التربية الخاصة. الصف العادي هذا يعني أن الطالب يتلقى خدمات التعليمية فيها، لكن عن طريق معلم، أيضا وجود معلم متعاون، معلم صف عادي، أخصائي تدخل غرف، معلم غرفة مصادر. أين يقع التعليم الشامل من هذا المفهوم؟ التعليم الشامل في الواقع يقع في بيئة الصف التعليمية الطبيعية التي تحدثنا عنها، وهي الصف العادي أو العام، لكن الطالب يقضي في هذه البيئة نسبة 100%، وهنا يقع الدمج الكلي أو الشامل للطالب بغض النظر عن درجة وفئة وشدة الإعاقة. لكن نستطيع أن نقدم لها الخدمات، بدل من أن يذهب الخدمات في بيئة منفصلة عن البيئة الطبيعية العادية تأتي إليه الخدمات هنا، يتم توفير خدمات مساندة، يتم تعديل المنهج والبيئة لتمكينه من الوصول المادي الاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة الأكاديمية والاجتماعية مع أقران العاديين بتوفير الدعم اللازم. وهذا ما نطمح إليه في التعليم الشامل والدمج الكلي. فهنا كل الطلاب بلا استثناء يقع التعليم الشامل لهم في الصف العادي كبيئة تعليمية طبيعية مع توفير الخدمات المساندة للطلاب. يجري التنويه هنا جدا جدا مهم، أن هنالك بعض misunderstanding أو هناك سوء فهم لما هو التعليم الشامل. لابد أن نستحضر الصورة الذهنية بأن التعليم الشامل يمكن من الوصول والدعم والمشاركة. ماذا يعني؟ الدائرة تمثل البيئة الطبيعية أو الصف العادي في المدرسة العادية، النقاط الخضراء تمثل الطلاب من غير ذوي الإعاقة، النقاط الملونة قد تمثل الطلاب الموهوبين، ولكن بالأكيد أيضا قد تمثل الطلاب ذوي الإعاقة. هذه الصورة الأولى هي فعلا تمثل الدمج الكلي، التعليم في الصف العادي بنسبة 100%، إمكانية وصول مادي، لاحظ كل الطلاب موجودين داخل البيئة التعليمية معا، تمكنوا من الدخول في الفصل، تمكنوا من الجلوس المكاني بشكل موزع في مجموعات متجانسة مع أقرانهم، بشكل متجانس مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، آمنين أيضا من وجود دعم حسب احتياجاتهم الفردية. هذه الصورة exclusion تمثل الإقصاء، بحيث أن الطالب ليس لديه ذوي الإعاقة، ليس لديه وصول مكاني مع أقرانه العاديين. قد تكون هذه فصل، قد تكون هذه مدرسة يعني فصل أو عزل أو إقصاء تام بنسبة 100%، معنى أن الطالب قد يكون في سجن، أو قد يكون الطالب في مدرسة خاصة، بينما segregation اللي هو الفصل بمعنى أن يكون الطالب لديه وصول مكاني للمدرسة ككل، لكن ليس لديه وصول مكاني ولا أكاديمي للصف العادي مع أقرانه العاديين. وهذا يمثل في التسلسل الهرمي للبيئة الأقل تقييداً الفصل الخاص أو فصل التربية الخاصة، فصل التربية الخاصة أو غرفة المصادر كعزل إلى حد ما، فهم معزولين عن تلقي التعليم مع أقرانهم العاديين. Integration هذا يعني أن الطالب مدموج لكن بشكل جزئي إلى حد ما، لا تمثل دمج فعلي الذي نتطلع إليه في التعليم الشامل. لماذا؟ لأن الطلاب لديهم وصول مكاني، دخلت مجموعة الطلاب ذوي الإعاقة للصف العادي، لكن لا يزال هنالك فصل داخل الصف العادي، لأنهم قد يتلقون التعليم في جزء يعني جزء لا لا جزء جدا محصور بيئيا، بحيث هذهم الطلاب لا يوجد تجانس، لا يوجد دمج فعلي لا مكاني ولا يضمن لنا اللي هو فرص التفاعل مع الأقران العاديين. فقد يكون هناك معلم صف متعاون، أو قد يكون هنالك معلم
غرفة مصادر أو معلم تربية خاصة يتم تدريس الطلاب عن طريقه هنا في حيز من الصف العادي، ولكن لا يوجد فعلا وصول للمنهج العادي، لا يوجد هناك تفاعل اجتماعي، لا يوجد انتماء داخل الصف، فهذا لا يمثل الدمج الكلي التعليم الشامل الذي نتطلع إليه في هذه المادة. لذا يجب تعزيز المبادئ التالية حتى يتحقق التعليم والدمج الشامل. جميع الطلاب ينتمون في مجموعة متجانسة مكانياً اجتماعياً وإلى حد ما أكاديمياً توفر لهم فرص الدعم والمشاركة، مع الإيمان بأن كل طالب يتعلم بطريقة مختلفة عن غيره. لابد أن نؤمن بوجود الفروق الفردية، لذلك لابد من تقديم الدعم حسب احتياجات كل طالب، ولكن هذا لا ينفي أن الطالب له الحق في إدراجه في التعليم الشامل حتى مع وجود الفروق الفردية. لذا يتقرر الدمج أو التعليم الشامل حسب نقاط القوة والضعف للطالب. لابد من وجود وصول كامل مكاني واجتماعي ومادي وأكاديمي، لابد أن يكون هناك تجانس وانتماء، لابد أن يكون هناك فرص تعزز المشاركة الاجتماعية والأكاديمية والتفاعل مع أقرانه من غير ذوي الإعاقة. أيضا لابد أن يوفر له الدعم حتى نضمن هذا النوع من المشاركة وتحقيق نتيجة إيجابية.